لو واحد مثلا نذر وقال مثلا لو ابني نجح انا هذبح خروف ب5000 جنيه وحدد كده يعني. ايه. لما ابنه نجح ما فيش مثلا خروف ب5000 جنيه والموضوع غالي يعني، هو ما عندوش استطاعه انه يكتر، فيعمل ايه؟ لو هو ما عندوش استطاعه انه يحط فلوس كمان يعني عشان يجيب الخروف، فهو في خروف ب5000 جنيه، في خروف صغير ويربيه مثلا، يجيب خروف ب5000 جنيه ويذبحه، ما فيش مانع من ذبح الصغير. ايوه. طب يا شيخ مثلا لو مؤسسه خيريه مثلا قالت له احنا نشترك معاك نزود عليك فلوس ونعمل، عادي ولا هو لا 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 حاجه لوحده؟ هو نظره واحده يعني ما ينفعش يعني.